طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وأمان الله. إذا عندكم مروءة وعندكم إنسانية نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نتحدث في بدايه هذه الحلقه حول تظاهرات يوم امس في محافظه البصره. طبعا فرقت قوات الامن الحكومي مساء امس الاحد بالرصاص الحي تظاهره حاشده شمالي محافظه البصره، شمالي محافظه البصره، دعا فيها المتظاهرون الى توفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات، بينما حذرت مفوضيه حقوق الانسان العراقيه من تداعيات ذلك. المئات من أهالي بلدة المدينة شمالي البصرة خرجوا بتظاهرة حاشدة قطعوا فيها الطريق الرابط بين البصرة وميسان، وقال شهود عيان بأن قوات مكافحة الشغب طوقت المتظاهرين وحاولت تفريقهم بالقوة. لفت أحد الشهود إلى أن المتظاهرين ردوا على القوات بالحجارة، ما تسبب بوقوع اشتباكات انتهت بإطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الحكومية التي فرقت التظاهرة. بيّن بأن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجراح، فيما تلاحق القوة المتظاهرين الذين تفرقوا بين الأزقة واعتقلت عددا منهم. من جهتها حذرت تنسيقية تظاهرات البصرة الجهة المسؤولة عن تنظيم التظاهرات في المحافظة من تداعيات الصدام مع المتظاهرين، وقالت في بيان صحفي: نرفض بشكل قاطع الاعتداء على المتظاهرين السلميين وندعو إلى وقف التعسف الحاصل شمال البصرة. هددت بنزول الجماهير إلى شوارع المحافظة ودعت إلى إيقاف الإجراءات الأمنية ومن ثم التحقيق بالأحداث التي جرت يوم أمس ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم. طبعا بدورها عبرت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها من جراء أحداث البصرة وحذرت من عواقبها. المفوضية قالت في بيان صحفي بأنها تتابع بقلق بالغ تطورات حركة الاحتجاجات في شمالي البصرة التي وقعت فيها إصابات واعتقالات، ودعت حكومة البصرة وعلى رأسها المحافظ إلى العمل لاحتواء الأوضاع والاستماع إلى مطالب المتظاهرين وإنقاذ مبادئ حقوق الإنسان باستخدام قواعد فض الاشتباك وعدم اللجوء إلى استخدام الرصاص الحي وسوء المعاملة. كذلك شددت على الحكومة المركزية في بغداد بالنظر لأوضاع البصرة بجدية وإلى أبنائها بتوفير فرص العمل ومراجعة ملف عقود الشركات النفطية والعمل على جعل الأسبقية لأبناء المدينة التي يعني تقدم الآلاف أو التي تقدم آلاف الضحايا سنويا جراء التلوث من استخراج هذه الثروة، وحذرت من تكرار الوعود غير النافذة وترك الأمور بدون معالجات حقيقية. معروف بأن محافظة البصرة منذ أشهر تشهد يعني توترا على خلفية انطلاق موجة احتجاجات في المحافظة مطلع يوليو تموز من العام الماضي، انتشرت إلى محافظات أخرى قبل أن تتوقف في سبتمبر أيلول بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والاعتقالات من قبل الميليشيات وكذلك عمليات قتل وتصفية، إلا أن التظاهرات تجددت مطلع ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب عدم وفاء المسؤولين بوعودهم بحسب قيادات
في الاحتجاجات في محافظة البصرة. خلونا نشوف المقطع، مقطع الاشتباك ما بين القوات الحكومية وما بين المتظاهرين في محافظة البصرة. ابن البصرة يطالب بتوفير وظيفة، يطالب بتوفير عمل، بتوفير خدمات، هذا اللي طالب به منذ أشهر وسنوات، ولكن لا الحكومة المحلية تستجيب له ولا الحكومة المركزية في بغداد تستجيب له. طبعا تحدثنا على موضوع أنه وهذا المفروض يكون أنه ابن المحافظة أولى بالعمل، خاصة الخريجين في مجالات هندسة النفط وخريجين معهد النفط وهندسة الكيمياء وغيرها من الاختصاصات التي تدخل في مجال الثروة النفطية. اليوم لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية كشفت بأن أجور العمالة الأجنبية في الشركات النفطية وصلت لنحو 20,000 دولار في الشهر. عضو اللجنة حسين سعيد قال بأن نسب العمالة الأجنبية الخاصة بالشركات النفطية مبالغ فيها ويشوبها الفساد، وبين بأن اللجنة تعمل على تشريع قانون لتقليص عدد العمالة واستبدالها باليد العاملة العراقية، إذ يتقاضى المهندس العراقي ما نسبته 5% مما يتقاضى العامل الأجنبي. العامل الأجنبي راتب أعلى من المهندس العراقي. اللجنة بيّنت بأنه أجور العمالة تدفع عن طريق وزارة النفط، وأكدت وجود عمالة وهمية كذلك. يعني حتى في موضوع الشركات النفطية الأجنبية هناك ملفات فساد، ووزارة النفط تصرف رواتب للكثير من العمالة الوهمية الأجنبية. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. قناتكم الكريمة والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للشعب العراقي هو يعاني بكل أطيافه، يعني سواء بالجنوب بالبصرة والمظاهرات اللي قائمة صار لها فترة، أو حتى بالوسط أو بالشمال أو مناطق بغداد عامة، يعني كل أطياف الشعب تعاني من نقص الخدمات والبطالة والظلم والفساد اللي موجود المستشرع بالدوائر الدولة، والحكومة طبعا متقصدة هالشي، يعني الحكومة، كل الحكومة المركزية متقصدة ان هذا العمل يكون على يعني على عاتق المواطن البسيط، يعني يتحمل بعد اكثر وزر من هذا الظلم الموجود. فشنو اللي قدمته حكومة البصرة او غيرها من الحكومات المحلية بكل المحافظات؟ يعني عبالك متفقين على تدمير العائلة العراقية البسيطة ويجعلون دخلها لا شيء. يعني احنا نعرف هسه عوائل بالجنوب ما عندها دخل، يعني صفر، يعني مو تقول مثلا دولار ما يدخل لها باليوم. الحكومة يعني متقصدة هذا الشيء، متقصدة هو تدمير العائلة العراقية وإحباط الناس وإرجاع العراق إلى للخلف 40-50 سنة، لا صحة لا زراعة لا خدمات لا أمان. الأمان اللي الناس تدور بس أمان، أكو بعض الناس يقول لك نريد بس أمان، احنا نشتغل. أكو ناس يعني عندهم أعمال حرة أو غيره يريد بس أمان، مجرد أمان بالشارع ما يتوفر له الشيء. وشوف الصراعات هسه اللي موجودة، قادة الميليشيات والمحافظين وغيرها وكلهم تابعين إلى دولة، ويعملون أولا يعملون لهاي الدولة تجارة إيران، ما يعملون للوطن. ماكو واحد عنده ولاء خالص للعراق نهائيا بكل الطبقة السياسية،
ولا يعني خلينا نعطي نموذج حسن لاي مسؤول لاي نعم. محافظ بالبصره وغيرها بالانبار، شنو اللي قدم خدمات للاهالي ومنطقته اللي انتخبوه واللي صعدوه بهيج مناصب وخلهم هاي الحاشيه للخدم والحشم والمواكب السيارات اللي عندهم، وهو احنا نعرف تاريخهم سابقا شنو كان تاريخهم، اغلبيتهم كانوا بالغوغاء وغيرها، يعني شنو اللي قدموه؟ ما قدموا فشي، دمروا العراق، يعني هاي الحكومه الطائفيه دمرت المجتمع العراقي، حتى الطائفيه اللي مع الاسف بعض الناس بالشارع يحجون بها هي سببها الحكومه والمرجعيه، سمحت للناس ان يحجون بهاي الطائفيه، ولا هو ابن الجنوب مين وابن الوسط مين وابن الغربيه مين وابن الشمال، كنا عراقيين وكنا دم واحد، باستثناء الناس المسيئين، يعني احنا من الارهاب او من الميليشيات هاي الطائفيه، كنا احنا عراقيين وكنا نعاني نفس المعاناه، والحكومه صدق استاذ يعني متقصده، يعني هسه اجى عادل عبد المهدي عادل زويه ايش راح يقدم؟ قبله كان حيدر العبادي سوف اضرب بيد من حديد على ايد الفاسدين. اربع سنوات خلصت مع حيدر العبادي، شنو اللي قدم من ملفات فساد كبيره؟ ما قدموا فشي، كلها بعاهل هذا المواطن البسيط، هو التعب والحرمان والجوع والظلم وحتى القتل، يعني المتظاهرين بالبصره ليه يتصورون ارواحهم ما مهدده من قبل الميليشيات العصائب وبدر ومجلس اعلى وغيرها، وكلهم نعرف احنا عندهم اجندات مسلحه، اي واحد يقف بطريقهم يتم تصفيته. نعم. الشعب العراقي هو بيد الحل، اهل البصره واهل الواسط. نعم. بيدنا احنا الحل، نخلص من هاي الحكومه الطائفيه. نعم. صباح على ارد اسالك يعني رايك موضوع العماله الاجنبيه اللي موجوده بالشركات، شركات التنقيب على النفط، استخراج النفط الى اخره، خاصه اللي موجوده بالبصره خلينا نقول مثلا، يعني هذه العماله الاجنبيه بهذه الرواتب، مثل ما لجنه العمل والشؤون الاجتماعيه كشفت بان اجور العامل الاجنبي تصل الى 20,000 دولار، يعني شدتين بالشهر، معقوله انه هذه الشركات الاجنبيه من جد تعاقلت ويا الحكومه لو كانت هناك حكومه حريصه على تشغيل المواطن العراقي واعطاء الاولويه للمواطن العراقي، معقوله بالعقد انه سمحت للشركه الاجنبيه بان تجيب كادر اجنبي كامل من المدير الى اصغر عامل؟ بالطبع استاذ، هذا العقد ليش؟ شنو هدفها؟ العقد من يتوقع؟ سواء من اللي وقع وزير نفط او الناس المسؤولين اللي الفاسدين الحيتان اللي موجودين بالدوله، من يوقع عقد؟ هم الوحيد هو اخذ بس الرشوه، قد قيمة الاستفادة من هذا العقد، أما مضمون العقد والشروط والبنود اللي يجي يدفع فلوس واللي يجي شركة منظمة دولية تريد تعمل بالبصرة أو بغير مكان، لازم تضع بنود وشروط، اللي يجي يوقع العراقي الفاسد ما يهم شنو هاي، يقرأ هاي نوعية البنود وشنو مضارها على المواطن العراقي وشنو المفروض يفرض من توفير خدمات، بناء مراكز صحية بسيطة، أعمار بعض الشوارع، عمل شغلات أمور، يعني ويا العقد، يعني هي مستفادة هاي الشركة المفروض كمحافظ أو المندوب عن وزارة النفط من وقع هيك عقد يفرض عليهم فروضات، لأن هذا النفط تعرف احنا نعرف هذا الذهب يعتبر ذهب، يعني ذهب عند الأجانب، فمن يوقعون أهم شيء عنده أن ياخذ الرشوة والكامسيون مالته، ما يهم البنود الموجودة، وأكيد هم حاطين بنود، يعني الشركة الأجنبية المستثمرة ما راح يجيبون عمال وياهم اعتباطا، يعني باتفاقية، فالمسؤول الفاسد اللي وقع العقد عنده علم أن راح تتعمل يد عاملة خارجية، ويبقون أبناء المنطقة اللي يدور قواطي واللي يدور بالزبالة حيشاهم واللي جدي واللي غيره واللي يعمل عمالة، يعني واللي قاعد بدون. سيد الصباح يقول لك اللجنة المالية تقول أجور العمالة الأجنبية تدفع عن طريق وزارة النفط، يعني مو عن طريق الشركة الأجنبية المستثمرة. بالطبع أستاذ، احنا كل شيء نتوقع من هيك حكومة، كل شيء يسوون، يعني حتى انت هسه من ضفت بتقريرها قبل ما اتصل بيكم، قلت ان وزارة النفط اكو اسماء وهمية، يعني هم بها فساد، هاي يعني الحكومة كلها فاسدة، يعني ما بها اي مجال اصلاح ولا بها مجال حتى تحكي بها، حتى واحد من يحكي بها تعب على المواطن، تعب على كل شخص يريد يحاسب او المتظاهرين من يحجون بالمواضيع، شنو النتائج؟ نتائج التحقيقات او نتائج اللي راح نصل اليها من هاي الشركات
الفاسدة أو المسؤولين الفاسدين، ما راح نحصل أي نتائج. نعم. باقي عجلة الفساد ما طول هو رأس الهرم فاسد، الكل فاسدين أستاذ. نعم. أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. رسالة يقول فيها أخي، يقول ماكو بلد يحترم نفسه وتوجد بيه عصابات وميليشيات، والمصيبة تجار الدين والمسلحين يقتلون ويسرقون ويتاجرون، أين الشرفاء والفقراء والمظلومين؟ أليسوا أكثر من هؤلاء الرعاة؟ أين الحقوق والكرامة؟ الحقوق والكرامة لا تنتزع إلا بالسلاح كما يقول. رسالة أخرى يقول فيها أخي عمر، مظاهرات البصرة وغيرها من مناطق العراق تعود للواجهة مرة أخرى من خلال القمع والقتل المستمر في التظاهرات. في التظاهرات اغتيالات كثيرة واعتقالات وأمور أخرى تحدث في العراق العزيز. المطالبات بإزاحة هؤلاء أو هذه الأحزاب العميلة لإيران وميليشياتها المجرمة وعودة الازدهار للعراق العزيز وأهله الأصلاء الشرفاء الغيارة. مبروك من الإمارات. معنا اتصال محمد جاسم من البصرة. محمد تفضل. محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. سولف لنا على اللي صار البارحة بالبصرة. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. إلى قناة الرافدين وإلى عاملين قناة الرافدين المحترمة. حياك الله. ورحمة الله على الشيخ حارث الضاري، وسلامي وتحياتي على الشيخ الدكتور مسنى حارث الضاري المحترم البطل. وأنا أعتذر بهاي الفترة بصراحة ما جاي أتصل بكم لأنه صراحة الوضع الصحي مو تمام. وأسف على كل لحظة اللي ما شاركت فيها لأن الوضع الصحي ما والله العظيم ما يتحمل. فعلى كل حال. إحنا بالنسبة إلك جاي تحكي على وضع المظاهرات اللي موجودة بالبصرة. كان عمر خارق الشيء لا يعطي، ها أكو نظرية معروف عنها. نعم. بالنسبة للجماعة اللي ما يسمى يسمونهم أحزاب، أنا بالنسبة لي ما أعترف بكلمة أحزاب، هذولي مو أحزاب، هذولي ناس يعني معروفين جو يدمرون البلد يدمرون اللي أكو شغلة ثانية. أنت تريد على ذكر النفط اللي نعم. يقولون 4 مليون برميل يصدر العراق، هي مو 4 مليون، يصدر أكثر من أربعة مليون يوصل إلى 5 مليون. بإضافة لهذا غير الميليشيات الإيرانية اللي تهرب النفط، البصرة تعاني ما تعاني، وذولي ناس بصراحة يعني ما يعني أعطيك سبب معين. قبل فترة طلع هذا سالم السوداني المتحدث باسم مدرسة النقل ربط، يقول ربط إيران وسوريا بعبر سكك حديدية من العراق إلى البصرة عن طريق الشرق بطول مئات الكيلومترات. والوزارة ما تعلم، يعني تتصور يعني الوزارة ما تعلم. ترجع لنا، ترجع لعياد علاوي يقول هناك، عياد علاوي يقول هناك دول تريد تسيطر على مقادير العراق. يعني احنا بالنسبة لنا لا عندنا، هي مو هاي مو حكومة. نعم. هاي السلطة تسلطت على رقاب الناس. نعم. زين وتحكم مو بس البصرة، تحكم العراق كله بالنار والحديد. نعم. المتظاهرين يعني جاي يقولون احنا طاقون شيء يا عمي، هم الناس اللي جاي يظاهرون، والله العظيم اكثرهم ناس خريجين. زين هذا الانسان لما تعب على نفسه ويا ما تعب على روحه واهله وكذا، زين اخر شيء يعني شلون يرجع العطار بطل يشتغل عماله؟ والله العظيم تعال شوفهم كيف التقاطع حد، يعني حالهم حال الام اللي ما يقرا ويكتب، يعني وضعيه هزيله والله هزيله. أعمال يعني والله يعني يعجز اللسان. من 2011 إلى هذا اليوم الناس تطالب بحقوقها ويدعون أنفسهم أنه هم دول إسلامية، وهم مو إسلامية، هم دول يعني إجوا انتقام على الإسلام وعلى المسلمين. زين وحساب تعرف التحزب الدعوة كيف البلد يعني. زين محمد، يعني كل هاي التظاهرات والناس خرجت بالبداية تظاهرات سلمية، والقوات الحكومية والميليشيات اعتقلت وقتلت وعذبت، يعني انت برايك ومن البصره يعني الحكومه المحليه والمركزيه يعني شنو ضاربه بعرض الحائط مطالب اهل البصره ما تريد تنفذ؟ يعني الظاهر انه ما داير اي بال. محمد تسمعني؟ محمد جاسم عمر، هذول قلت لك فاقد الشيء لا يعطي. نعم. الشيء لا يعطي، هذول ما اجوا من اجل انهم
هذولي اجوا ينتقمون من الشعب قلناها ونقولها ونبقى نقولها، هذولي ما اجوا ان يقدمون شيء للشعب، هذولي مو احزاب، هذولي عصابه، هذولي مافيات، هذولي اجوا يسرقون البلد، هذولي اجوا يدمرون البلاد والعباد، هذولي ما يهمهم، هذا يشتغل هذا ما يشتغل. تعال شوف التعيينات اللي عندنا والله العظيم بالبصره، يعني تريد تصير انت اوصل شغله ملازم، ملازم انا تعرف ولا صديقي اللي يسوونه ملازم طالبين طالبين عليه دفتر يسوونه ملازم، فانت بعد انت يعني تسرق من هالبلد هذا عاد كيف انا عامره والله يعني ماكو شيء ما يعني دمرونا ماكو شيء خلوه ما خلوه اي شيء اي شيء ما خلوه يا استاذ عمر رحم الوالدين، فاقد الشيء لا يعطي واكررها واقولها فاقد الشيء لا يعطي، هذولي مو احزاب هذولي ميليشيات هذولي مافيات هذولي عصابات هذولي ماكو كون عسكريه مو مؤسسه عسكريه، هذا ينتمي للدعوه وهذا ينتمي للمجلس وهذا ينتمي للتيار وهذا ينتمي للسيد السيستاني وهذا ينتمي ما ادري لمن، وهذا ومضيعين البلد والبي كل البلد ضيع ضيعوه ضيعونا، ماكو غير العراقيين الا شغلهم كاره ماكو تاك، هذه مظاهرات سنيه ما سنيه هذولي مو سنيه هذول السنية شنو يفتهمون من السنية؟ يفتهمون السنية وكأنه واحد جبان هيك هم بالنسبة تخيلهم يصورون الإنسان اللي دائب حقه بالسنية تبردهم هذا خطير ما يدبرها، احنا البصرة قادرين وقادرين كل شيء نسوي بس ما تبغى يعني عجيب والله عجيب يا أستاذ عمر. نعم وانا اطلت عليك يا استاذ عمر اني اشكرك اشكرك الله يحفظك ويحفظ جميع اهالي البصره واهالي العراق. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، خلونا ننتقل إلى محافظة القادسية وبالتحديد مركزها الديواني. التعيينات هناك مثل ما راح نشوف بعد قليل في مقتطف يتحدث فيه بعض المواطنين من هناك بأن التعيينات أصبحت جدا صعبة، وإما أن تكون كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية إما أن تكون يعني ولاء عندك ولاء لأحد الأحزاب السياسية أو عندك فلوس تدفع 5000 دولار 10000 دولار حتى تقدر تتعين في أي وظيفة. طبعا هذا بالنسبة للخريجين، الخريجين طبعا يعني أعربوا عن أملهم بالحصول على درجة وظيفية بعد إنبات جميع محاولاتهم السابقة في التعيينات باءت بالفشل. ناخذ عندنا اتصال وبعدين ناخذ المقطع مقطع من الديوانية. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. اخوي عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا هلا بك. يحفظك الرحمن ان شاء الله يا اهلا وسهلا بك. العراق يعني اخوي عمر الو نعم اخوي عمر اسمعك. يعني احنا البلاد هسه بلدنا هذا يعني انا اقول مع الاسف نحو الهاويه، يعني الصراحه غير يعني جد انا احكي يعني شلون اقول للناس يا اخوان بلدكم ضياع ضايع بس ليش يعني هسه انا اليوم بالذات يعني الموضوع مالكم كلش محترم، يعني يوم انا بالمستشفى 40000 دينار مال التحليل وكلش مبي، يعني دي يتعلمون الاطباء بالاطفال. التحاليل خارج، الدواء من برا، شنو فضلها الحكومه على الشعب؟ شعار الحكومه الجايه تدمير العراقيين، يعني حتى اليوم اكو مظاهره من وزاره الصحه، اكو عقود مال الخريجين بالمستشفى. ما ولا مهتمين لهم ولا عايزين اهميه ولا كانه بشر ينادي بحقوقه.
فياك عمر هذول يعني جايين دمار البلد وما يصلح حال البلد الا قروشهم. جاءت انا يعني الشيم بالعراقيين اقول اخوان قاوموا كذا بس ما يتيج يعني كل الحكي هذا ابدا ما يتيج مع الاسف يعني الشعب هذا نايم ما يهمه ابد كل شيء وصار البلد يعني هيته يا اهلي يجيب مخدرات زراعه دوا 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 ماكو بالمستشفيات مستحيل تقول اكو دوا يعني لازم تشتري من برا يعني انا اليوم اشتريت دوا قلت له بقعد لك 1000 دينار قالت له ما يخالف بعدين عدين طينيه يعني صار البلد ضياع ضياع شعب اذا ما يعني ما يحترم كرامته ودينه اول شيء دينه لان احنا يعني صدق اقول لك يعني جاء الاسلام غريبا ويعود غريبا يعني هذول بالابتلاء على المسلمين يعني هذاك اليوم انا بس عرفت الحظ واحتياكم ما زال الناس يدمون شبه نعم قبل هيك قالوا عودين دول منتظم القاعده عودين يعني يضرب لهم هم لازم يدمون شبه يعني حتى اذا حاربوهم برزقهم بمعيشتهم فيا ابو نعم. عمر يعني هذول جو ابتلاء على البلد لا زراعه لا صناعه الملافات الحدوديه كلها خيرات العراق كلها تروح لايران يعني شلون يعني الحل يعني شلون ما افكر بيها يعني هذا البلد نحو الضياع اذا ما يتحرك الشعب يعني حتى المظاهرات ما تسوي نتيجه يعني هذول الغربيه اذوها ودمروها جو على البصر على قلت قبل دمروا الغربيه راح يجون على الجنوب فالبلد اذا ما يصير صحوه يعني صحوه يعني اخلاص للبلد فالله يعني ما اعرف يعني والله العظيم انا يعني يعني اشوف البلد يضيع انا بدي اشجع الناس اخوان دافعوا عن حقوقكم دافعوا عن دينكم دافعوا عن عائلاتكم بس ما حد يسمع يعني عبالك واحد خلي ساد لا تطيب فنقول الله يستر على العراق ورجال العراق وانتم همين يعني والله العظيم انتم اشرف قناه بالعالم كله والله ان شاء الله يسدد خطاكم يا رب امين يا رب العالمين. نشكرك عنا ابو حسن من بغداد الله يحفظكم ويفرج عن جميع العراقيين. خلونا نشوف المقطع بعض اراء المواطنين من مدينه الديوانيه حول موضوع التعيينات نشوفه ونرجع لكم. التعيينات وخصوصا الخريجين هاي السنوات السابقه واللاحقه اما ان يكون ولاء الخريج لحزب من الاحزاب ولاء معين لحزب من الاحزاب يتعين اما ان يكون الخريج ما له ولا لاي حزب ماكو تعيين. الحكومه يعني ايش اقول لك يعني اذا تقول فاشله اكثر من فاشله يعني الخريجين هوايه يعني اخوي يعني تخرج 2016 ما متعين انا نفسي انجليزي وعمل سماوه والله هي انا قلت صارت بالواسطات يعني صراحه الا اذا عندك حزب او واحد بحزب تنتمي له الا بالواسطات لا تروح له. الشباب على الطالب والطالب السوق هاي قاعده والدور اخر شيء يشيلوها من بسطياتها. بعد وين تروح؟ تتجه لغير طريق. لو مخدرات، لو بوق، بعد الحكومه ما شاء الله الاحزاب ملتهيه بالمقاعد كلها. كل الاحزاب شلع قلع، ولا واحد. تعيينات ماكو لهم بس للمحاصصه مالتهم. نعم، كلام واضح، محاصصه والاحزاب الوظائف الها واللي يريد يتعين اما يكون عنده ولاء لحزب معين او يدفع فلوس. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. اهلا بك استاذ الفاضل. اهلا وسهلا بك. يا اهلا بك استاذ عمر. يعني احنا نقول اول وتالي وحكيناها قبل هالفتره هاي عتبنا على بقيه المحافظات اللي تاركين اهل البصره يتظاهرون لوحدهم متحملين كل هذا الضيم والرصاص بصدورهم. انتم ليش ساكتين؟ ليش باقين ساكتين الى هسه وتشوفون اخوانكم اللي دا يطالبون بحق من حقوقهم وهي بالتاكيد حق من حقوقكم انتم نفس الحاله. يعني ليش ساكتين؟ إذا أنتم تتأملون بأنه الحكومة تنفذ أي مطلب من مطالب أهل البصرة أو أي محافظة فهذا شيء مستحيل. ما نستغرب إذا طلع مسؤول بالبصرة أو واحد من النواب ويتهم المتظاهرين بأنهم دواعش أو بعثيين، هذا الشيء ما راح نستغربه. كل أولاد وأقارب المسؤولين هم بمناصب عليا بالدولة بالرغم طبعا من عدم حصولهم على أي شهادة، واللي يحملون شهادات قاعدين ببيوتهم لو يدفع لعربانة بشوارع البصرة وغيرها. وهاي الجرائم اللي دا نشوفها من اطلاق رصاص حي على المتظاهرين، وين راح عنها ابراهيم الجعفري اللي كان يدافع عن شيعة البحرين؟ وين راحوا بقيه البرلمانيين اللي طالبوا قراءه سوره الفاتحه على ارواح اللي شاركوا في التظاهرات في البحرين؟ ليش خرسوا؟ واذا ابن نعم العراق
محروم من وظيفة وانتم تعينون الأجانب وتنطوهم هذا الراتب الضخم، شنو تتوقعون من العراقي راح يسوي؟ يعني تريدون يسكت وانتم حارمين من كل الخدمات وحارمين من وظيفة يستفاد منها؟ يعني بالأكيد الوظيفة اللي هو راح يتعين بها موجب الشهادة اللي يحملها هي مصلحة البلد، لأنه هو درس وتعب وقضى عمره بالدراسة وبالأخير من يستلم الشهادة يبروزها ويخليها على الحائط ويطلع يدفع لعربانة، منو يقبل بهالشي هذا؟ وبالتأكيد يعني هسه نعيد شغلة المي الصالح للشرب أستاذ عمر، يعني ماكو محطة تحلية مي صالح للشرب بالبصرة، وخده يسمع الشعب العراقي كله شلون المرجع الأعلى اللي هم يسموه المرجع الأعلى مول تمويل كامل بافتتاح مستشفى بأرقى الأجهزة الطبية ومن ثلاث طوابق بالمحمرة. انتوا اللي تقلدون السيستاني وتعتبروه خط أحمر، سمعتوا بهذا الخبر؟ في إيران، بإيران بالمحمرة أستاذ عمر. يعني هذا آخر خبر اللي سمعناه بمقطع فيديو، وطلعوا المعممين الإيرانيين يمدحون بالسيستاني، وهاي كلها تمويل من السيد السيستاني ومستشفى ثلاث طوابق ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية اللي ما موجودة حتى بقلة، يقولون قلة موجود من عندها بمستشفيات إيران. وأهل البصرة محرومين من مي صالح للشرب، هذا اللي تقلدوه أنتو، شوفوا شلون ما مهتم بيكم ولا مهتم ببقية الشعب، يفتح له مستشفى بالمحمرة والأهل البصرة محرومين من المي. هذه المستشفى اللي هو افتتحها بتمويل كامل منه، طبعا من فلوسكم انتو اللي تروحون للمراقد الدينية وتتبرعون بيها، وهو يستلمها على الحاضر ويحولها لإيران بافتتاح مستشفيات. خلي يشوف الشعب العراقي، خلي يسمع الشعب العراقي، هذا المرجع الأعلى مالهم. أنا أعتبره يعني، بس راح تقول لي أنت تجاوزت، لكن ما راح أحكيها، خليها سكتة. ما راح أحكيها لأنه يعتبروه خط أحمر، وكأنه هو نبي مرسل أو ملك مقرب من ملائكة الله سبحانه وتعالى. اسمعوا يا شعب العراق، اسمعوا شوفوا ايش يسوون بيكم وانتم تاكين اهل البصره. الناس هذول اللي سلطوا على رقابنا ورقابكم ما مهتمين ترى بالشعب العراقي، ما مهتمين بيكم ولا يرضوكم تعيشون براحه، ما مهتمين بكل شيء. يعني مستشفيات العراق استاذ عمر ما بيها كانوله وما بيها شريط براسيتول، والسيستاني يروح يفتح له مستشفى بالمحمره بايران، منو يقبلها هاي؟ ليش ساكتين عنه؟ هذا اللي انتو تطلعون وتفتفوا له وتأيدوه وتقلدوه، إلى متى تبقون انتو على هاي الحالة حتى تعرفون بأنه لا المرجعية ولا الحكومة ولا البرلمانيين مهتمين بيكم ولا إلهم شغلة بالشعب العراقي، وهم هسه يتمنون أن يتدمر الشعب كله ويتدمر البلد كله هاي إذا ما دمروه. نعم. حتى يخلصون من الشعب ويخلصون من العراق ويسلموه جاهز كامل لإيران، وانتو ظلوا وطلعوا يوميا صيحوا هيهات منا الذلة وهيهات منا الذلة، وهاي ما راح تفيدكم. إذا ما راح تساندون متظاهري محافظة البصرة وكل محافظة بمحافظتها وثورون ثورة واحدة ضد هذا الظلم وهاي الزمرة المجرمة اللي تعيث بالأرض فساد ودمرت الشعب، فما راح تقوم للعراق قائمة. بس أقول حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة والبرلمانيين وعلى مرجعية الفساد بالنجف. نعم. مع احترامي شخصك الكريم أستاذ الفاضل. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا كان معنا. طبعا النائب السابق رحيم الدراجي إلى تصريح جديد يتحدث فيه بأن الأحزاب في العراق أصبحت إمبراطوريات أقوى من الدولة، أشار إلى أن هذه الأحزاب سخرت كل إمكانيات الدولة لأحزابها ولذواتها، واستطاعت أن تهلك المواطن العراقي طيلة 15 عاما الماضية. خلونا نشوف مقطع النائب السابق رحيم الدراجي. وهاي الأحزاب اللي اجتنا في يوم ما بطرق الدجداشة البيضة والنعال سفنس، الآن أصبحت إمبراطوريات تضاهي إمكانيات الدولة، بل بعضها أقوى من الدولة العراقية. استطاعت أن تجذر لنفسها ولأحزابها ولشخصياتها، واستطاعت أن تهلك الشعب العراقي. نعم. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، فضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى العراق،
العراق يا ابو العراق، العراق ما حد دمر غير الاحزاب، والناس المتآمره اجت لنا من ايران وامريكا واسرائيل، واوباما بالذات سلم ايران العراق بالطبق من ذهب حتى يستولون عليه اكثر واكثر. الامريكان اخذت ما اخذت، وايران هسه ما تبقى ما في العراق سوت فد مره زبائل حشاك. بالنسبه هم ما يعينون هذول الخريجين، يطلعون مظاهرات، يطلعون احتجاجات. بالنسبه للبصره والمحافظات بغداد والوسط والوسط ما يعينوهم، اذا ما كانوا منتمين الى هالاحزاب الرديئه اللي اجت لنا اللي يدعون هم اسلام، لبري منهم الاسلام، منو الحكيم مسلم وهو ضايق الكرادة كلها، أو هادي العامري مسلم ويقول له للحجي هو راح يلحج ويبوه ويقتل، أو المالكي اللي دمر العراق وبرز كله وزك الفلوس في الخارج، أو كل الزمرة اللي اجت لنا كلهم من 2003 إلى هسه كلهم حرامية، لا منصب، لا عندهم فكر للعراق، ولا عندهم تقديم لأي شيء للعراق، وإنما يدمرون العراق. بس إحنا من 2003 آني وإلى هذا اليوم أنا عندي اتصالات وياكم، وكل يوم أقول الشعب النايم، الشعب اللي متخدر، الشعب اللي دي يطيح حظه حتى السامع ومقعي يفك ويفكر يقول إحنا ليش هالشكل مدمرين، وفلوسنا دا تروح لإيران، وفلوسنا دا تروح للدول العربية، منا مطشرين، وكل الأحزاب لهم انتماء ويا الدول العربية، داير ما دايرنا دا يتفرجون علينا، اللي ينتمون بالدين هم يحكون بالدين، يحكون العراق هم كذابين. كل المجتمع البشري هسه دا ينتقم من العراق، كلهم انتقام، لكن احنا ننتظر من رب العالمين انتقامنا، لانه هو يمهل ولا يهمل، حسبي لله ان شاء الله يراويهم المر، ان شاء الله كل من مد ايده على اي شيء من العراق ودمر هذا العراق واخذ فلوس العراق، ان شاء الله شيء سرطان بي وباولاده واولاد اولاده، وان شاء الله الشلل يصيرون. هيك شو نقول؟ لان احنا قلبنا انهرق، شو نقول؟ نقول للناس طلعوا يا با لا تطلعون سلمية، ماكو فايدة ويا السلمية، يطلعون يهنجلون سلمية وهذول يقتلون بيهم. القتل استمر، دمروا البصرة، دمروا الوسط، دمروا بغداد، دمروا الموصل، دمروا الدنيا كلها. وإذا يقعد البرلمان يحكي لي بالبحرين ويقرأ الفاتحة على البحرين، ما تقرأ الفاتحة على اليتامى والأمهات اللي خليتهم بلا الأزواج، والشهداء اللي راحت، والشباب اللي راحت من عساكم، إن شاء الله مثل ما اجيتوا حفاية ترحون حفاية، وإن شاء الله يجيكم مفوض من رب العالمين، يبيتكم هبد ويقتلكم إن شاء الله يا الله، لأن قلبنا خلاص ويعني كلش احترقنا، بنحترق يوم بعد يوم على هذا شبابنا اللي يروح. وأنا أشكرك أم أزهار، الله يفرج عن العراق يا رب. النائب السابق وائل عبد اللطيف إلى كلمة في موضوع الفساد، قال بأن آفة الفساد في العراق أكلت جميع مؤسسات الدولة بدون استثناء. أضاف بأنه منظومة الفساد في العراق تبدأ من هيكلة رئاسة الجمهورية وتنزل إلى أصغر موظف في الدولة، بحيث أصبح الفساد في الدولة أمرا غير منهي عنه. خلونا نشوف كلمة النائب السابق وائل عبد اللطيف. آفة الفساد مثل الأرضة دا تاكل بالدولة أكل كامل في كل مفاصلها بدون استثناء. احنا بهذا الأفق وبهذا الوضع وبهذا الفساد وبهذا التيه للديمقراطية اللي تيهه البلد في كل مفاصله، سوف لن يكون عراق ولن يكون بلد تستطيع أن تقول أنا أنتمي إلى دولة اسمها جمهورية العراق.
نعم، صندوق النقد الدولي أكد في تقرير سابق ارتفاع معدلات البطالة لدى شريحة الشباب في العراق إلى أكثر من 40%، أكثر من 40% من شباب العراق عاطلين عن العمل، هناك بطالة في العراق. لفت إلى ضرورة قيام الحكومة بالعمل على تقليل معدلات البطالة في البلاد. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. أم عبد الله تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لحضرتك والى قناتك الشريفه والى كل العراق الشريف. اهلا وسهلا. استاذ، استمرار المظاهرات في البصره وخروجها مجددا ترى ما يشكل خطر على الحكومه، ما يشكل، لانه محافظه واحده يمكن انه تجعل كل قواتها، تستنفر قوات الحكومه بكل أنواعها من طائرات ومن شرطة من جيش من ميليشيات أنه تقضي على هذول الشباب. إحنا ليش ما نساند المحافظات الأخرى تساند البقية؟ يعني ليش ساكتين؟ شو ينتظرون؟ ينتظرون الفرج من أمريكا؟ ليش الغيرة مالتنا نايمة؟ إحنا كلنا عندنا غيرة وعندنا إحساس أنه لازم أنه نقوم بانتفاضة على الظلم وعلى على الفساد اللي موجود. فلهذا يعني احنا صرنا مثل فلسطين، يعني الوطن العربي في كل منطقه، فلسطين حجاره، العراق اهل البصره يستخدمون الحجاره، سوريا قتل وتدمير وحرق بالصواريخ والبراميل، اليمن نفس الحاله، كلها هو صناعه ايران. احنا ننتظر امريكا تسوي لنا فرج يعني؟ وننتظر يقول لك اعملوا فسر الله عملكم والمتقين. يعني احنا عندنا حكومه اعتمدت على اعداد كبيره من الشباب الشيعي وحتى السني، قامت بتعيينهم وقامت وضعهم في الجيش والشرطه والميليشيات حتى تنتفع بهم للقضاء على اي ثغره تصير ضد الحكومه. وبعدين يعني حاله من الحالات اذا صار شيء الحمايه مالت المسؤول من المسؤول ينهزم، يبقى يفض براسه يقول انه انا وين اروح؟ وين مصيري؟ طبعا مصيرك راح ان شاء الله راح يكون مثل مصير المسؤول اللي ينهزم ويخليك، لان انت راح تاكلها. ليش؟ لان انت اذيت شعبك، انت اذيت وطنك. يعني هسه يعني الحكومه همشت كل شيء، يعني ما عندها اي شيء يعني يعني حتى يعني ما تشوف الأخلاق وتفسخ الأخلاق أو المجتمع العراقي مع الاعتداد الشرفاء. والله العظيم من أسمع إنه أكو شغلات في العراق هي حتى في الدول الأوروبية ترى ما موجودة. فإحنا صار عندنا المرأة خاصة في مناطق محددة كالرادة، بتاوين، سعدون، بائعات الهواء وتجارة الجنس، يعني هاي وين إحنا كان في زمن صدام حسين او قبل صدام حسين كان اكو عندنا هذا الشيء؟ ليش؟ لانه ذلوا العراقيين، فبقت انه غيره الشباب، غيره العراقي انه يقبل على اخته او على جيرانه او على من شعبه انه تقوم بعمليه هذه الشغلات اللي تتنافى مع الدين الاسلامي. ليش فسخوا الدين؟ ليش فسخوا المجتمع؟ ليش؟ لانه هذا مستفيدين الحكومه من هذا الشيء. بعدين عندنا حتى يعني استاذ تهديم المجتمع هو من اهم عناصر الضعف بالعراقيين. تهدم المجتمع تمكنت الحكومه من السيطره. فلهذا انه لازم ننتبه انتباه كل الشديد على الشباب وعلى النساء وعلى حتى الاطفال، انه الاطفال تركوا مدارسهم واخذوا يمشون في طريق غير صحيح، أما يقوم بعملية سرقة، أما تجارة مخدرات. نعم. هاي المخدرات عفف من عندها، هاي أصبحت تجارة يومية يعني. يعني أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. رسالة يقول فيها أخي عمر، عصابة الخضراء لا تنفع معها التظاهرات السلمية لأنهم لا يعرفون معنى الحقوق، الحقوق التي يفهمونها هي إرضاء أسيادهم الفرس، ولكن ينصاعون إلى مطالبهم حينما يكون تصديهم لهؤلاء العصابة بالسلاح وكنسهم ورميهم في سلات الزبالة أجلكم الله. رسالة من علي البرزنشي يقول قرأت في سيرة
الملكة عالية بنت علي ملك الحجاز، لما رأت المعلمين يضعون لابنها درجات الملك فيصل درجات كاملة تضايقت من ذلك ونقلته للدراسة إلى بريطانيا حتى يتعلم بشكل حقيقي. على ماذا سيتخرج الخريج؟ هل سيخدم هذا الخريج البلد يتساءل أم سيأخذ راتب فقط يثقل به كاهل البلد؟ أساس البلاد يقول أساس البلد يسير بالخطأ، يجب أن يغير الشعب العراقي الحال في البلد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول تظاهرات البصرة يوم أمس وكيف أن القوات الحكومية قمعت هذه التظاهرات، كذلك تحدثنا وأخذنا بعض المقطفات من أبرزها مقطف المتحدثين من المواطنين في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، تحدثوا فيها عن التعيينات وبأنه التعيينات محصورة للأحزاب السياسية أو أن تدفع يعني أموال طائلة لكي تحصل على درجة وظيفية، هذا بالنسبة للخريج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.